السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنضيف اللي هو 4D، أو إن احنا المبنى يبدأ يطلع واحدة واحدة. طيب هعمل ايه؟ هروح هنا للجزء الخاص بالبيلدر اللي هو الورك، وأقول له يوتيليتي بليس، وأبدأ أختار اللي هي كليب بلان وأنزلها مثلا بالشكل دوت. وبعد كده هروح للموفي وأقول له إن أنا عايز أعمل ريكورد. خلينا نتحرك بالكاميرا شوية كده اهي. ولقطة كمان واقول له اوكي، واجي هنا اقول له ان انا عايز مؤثر موف. دي اول لقطة تبقى كده الـ end position. هبدأ أمسك النقطة ديت وأبدأ أرفعها بالشكل دوت. طيب تعالى بقى نقول له موافق وأقول له إيه، ابدأ شغل الفيديو، فتلاقي المبنى بيبدأ يظهر معاك بالشكل دوت.